ينضم إلينا من القاهرة الدكتور ماهر شعبان، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. أرحب بك دكتور معنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بك. كيف تابعت قمتي السودان وليبيا في مصر اليوم؟ اسمح لي أولا أن أقول لك أن السودان وليبيا يمثلان بالنسبة لمصر وضعين هامين. الوضع الأول أن مصر برئاستها للاتحاد الإفريقي حاليا وجب عليها أن تنظر الحقيقة بعين صاحبة للأزمة الليبية وما يحدث أيضا في السودان. العين الثانية هي أن ليبيا والسودان يمثلان عمقا استراتيجيا لمصر من ناحية الغرب ومن ناحية الجنوب. السودان العمق الاستراتيجي لمصر في الجنوب، وليبيا أيضا تمثل بالنسبة لي بوابة غربية. وأسمح لي أن أقول وأن أثمن ما قاله المستشار العسكري قبل ذلك، أن ما حدث في فبراير 2017 لم تكن بأي حال من الأحوال ثورة في ليبيا، إنما هي انقلاب حقيقة أدت إلى ظهور الميليشيا المسلحة التي عطفت بالجانب الليبي من كل الجوانب، بل عطفت بالدولة الليبية. وأمام ليبيا الكثير والكثير، وأمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكثير والكثير من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربيع القدس الليبي. لذلك إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة الاتحاد الإفريقي هو يضع في الأجندة المصرية ما يحدث الآن على الجانب الليبي، وما يحدث من مباحثات مباشرة تتابعها القاهرة عن كثب في كل شيء، لا لشيء إلا لأن ليبيا تمثل كما قلت عمقا استراتيجيا من ناحية الغرب بالنسبة لمصر، وتمثل الأمن وسلامة في مصر. هذه نقطة. النقطة الثانية أن ما يحدث في ليبيا الآن نحن نؤيد فيها الآن ثورة القوات المسلحة من أجل القضاء على الميليشيا العسكرية التي انتشرت في كل مكان، والمدعمة من جماعات الإخوان الإرهابية في كل مكان، والمدعمة من داعش. فالذي يحدث في ليبيا الآن هي حرب شاملة تقوم بها القوات المسلحة الليبية مدعمة من الشرعية الدولية من أجل القضاء على تلك الميليشيات التي انتشرت في ربوع القطر الليبي منذ أن تم القضاء على العقيد معمر القذافي رحمه الله. بالتالي فإن مصر تولي الجانب الليبي والأزمة الليبية، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية قصوى لهذا الجانب، إلا لأنه رئيس الاتحاد الإفريقي، إلا أيضا لأنه لديها زي مصر أمن مصر وسلامة المصريين. نعم. دكتور ماهر، برأيك ما هي سبل احتواء الأزمة الحالية في ليبيا وإجراء عملية سياسية في نفس التوقيت الذي تحارب فيه الدولة وقواتها المسلحة الإرهاب في ليبيا؟ أولا أن يقف المجتمع الدولي كله مع القوات المسلحة الليبية ليسقط هذه الميليشيات المسلحة المنتشرة في كل مكان، وأن يدعم عملية تحرير طرابلس، وأن يدعم مسألة القضاء على الميليشيات المسلحة في كل مكان في الأراضي الليبية، ثم نبدأ بعد ذلك الحديث على طاولة المفاوضات بأن تجلس الشرعية الليبية من أجل إقرار نظام الدولة الليبية الذي كانت موجودة على الساحة قبل فبراير 2017. بالتالي نطالب الحقيقة أيضا المجتمع الدولي كله أن يدعم القوات المسلحة الليبية، وأن الحقيقة التحالف الدولي الذي أسقط في يوم من الأيام العقيد معمر القذافي على التحالف الدولي أيضا أن يكفر عن جريمته الآن، وأن يقف مع القوات المسلحة الليبية. نعم. وأن ينجح في تحرير طرابلس، هذه نقطة. ثم تبدأ بعد ذلك النقطة الثانية ألا وهي طاولة المباحثات السياسية، وأرجو أن تتزعمها مصر باعتبارها رائدة الاتحاد الإفريقي وباعتبار أنها أقرب الأقارب إلى ليبيا. شكرا جزيلا دكتور ماهر شعبان، أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، كنت معي عبر الهاتف.